الانشداد على قضايا النساء وكذلك انهم تيأمنوا حضور المرأة والرجل في مجموعة من الفضاءات سواء في المرفق يعني العمومي سواء في المرفق الخاص وكذلك في مجموعة من الأماكن ديال الاشتغال. وهنا غادي نقدروا نكونوا كلنا ساهمنا في ارتفاع نسبة الوعي وكذلك غادي نكونوا يعني مدينة أمينة اللي جمعية التحدي قدمته لهيئة الأمم المتحدة وتم الاختيار ديالو باش كذلك أن مدينة الدار البيضاء تصبح يعني ضمن المدن العالمية آمنة يعني من أجل يعني إشراك كل الفاعلين من بينهم يعني الفاعلين الاقتصاديين ولا كذلك البائعات في الفضاءات العامة ولا الخاصة. كذلك هذا المشروع جاء تجوب على مجموعة من الإشكاليات وكذلك تجوب على مجموعة من التقارير اللي صدرتها مؤسسات ديال الدولة أو مؤسسات ديال المجتمع المدني. هو كاين واحد ارتفاع كبير في صفوف النساء والفتيات اللي تتمارس عليهم واحد العنف في مجموعة من الأماكن. وكذلك اليوم هذا المشروع هو تساهم في الأوراش اللي فتحتها بلادنا من بينها يعني احتضان كأس العالم ديال 2030 وكذلك كأس إفريقيا. وهذا الشيء غادي يساهم في يعني في التنمية ديال المدينة والتنمية ديال البلاد ديالنا. وكذلك هذا المشروع غينظم مجموعة من الورشات تحسيسية توعوية وكذلك غينظم مجموعة من المجموعات ديال التركيز أو ديال التفكير مع كل المتدخلين وغيتوج بواحد التقرير ميداني من اجل التقديم ديالو يعني المجلس مدينه الدار البيضاء من اجل الاجراء ديالو يعني في السياسات الترابيه ديالو. بالنسبه لهذا الخصوص انه كاين يعني كاين ارتفاع نسبه العنف في الفضاء العام والفضاء الخاص. انواع هو التحرش الجنسي هو التضييق هو ايحاءات يعني ذات طابع جنسي يعني هذو كلهم انواع ديال العنف تتمارسوا على النساء اليوم او اليوم كاين تشهير كاين مجموعه من الوسائل التي تتم يعني اساءه للمراه او الفتاه وخاصه هذه البائعات في الفضاءات العامه او الخاصه. اليوم تنتمنى يعني من خلال هذا المشروع انه نقلصوا من هذه الظاهره بحكم ان ظاهره العنف هو ظاهره عالميه واليوم هذه البرامج هي جات باش تساهم وتقلص من هذه الفوارق او هذه الظواهر الاجتماعيه.